ونتحول في نشرة السادسة لتعرف على أهم أنباء المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة رجائي رمزي، إليك رجاء. شكرا محمد، شكرا ريهام. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. قالت مايا هنركس مديرة أنظمة التمويل الأخضر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر من الأسواق الحيوية المثيرة للاهتمام بالنسبة للبنك. وأشارت هنركس إلى أن مصر تسير على طريق صحيح فيما يتعلق بما حققته على صعيد التحول الأخضر والطاقة النظيفة والمستدامة، كما أشادت بما تحققه منصة نوفي التي تمثل برنامجا وطنيا للحصول على التمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف من أثار تغير المناخ. تجاوزت نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروطة الجديدة حتى الآن 19%، وهي نسبة تتجاوز البرنامج الزمني المقرر. وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أنه فيما يخص الموقف التنفيذي لقنطرة فم بحر يوسف، فإنه جرى العمل على تنفيذ الخرسانات بالقنطرة، ذلك بعدما تم الانتهاء من إنشاء الأساسات الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وأيضا تجفيف حفرة الإنشاء. فيما يتعلق بإنشاء قنطرة حجز الإبراهيمي، أوضحت الوزارة أن أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت جارية تمهيدا للبدء في الإنشاء، كما تم البدء في تنفيذ الجسات التأكيدية. وصل حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها نهاية مارس الماضي وحتى الآن وصل إلى 332.5 مليون جنيه. وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها 65، حيث بلغ حجم المبيعات في أكثر من 3 ملايين جنيه. وأشارت إلى نجاح مبادرة سند الخير في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية، هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. ونتحول بكم مشاهدينا إلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار خام برنت في التعاملات الآسيوية وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، فضلا عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الامدادات من منتجين رئيسيين. وزادت العقود الآجلة الخام برنت بنسبة 0.98% لتصل إلى 80.44 دولار، وذلك للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة بلغت 0.9% لتصل إلى 76.33 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أيضا كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.2% لتصل إلى $2.71 للتر، فيما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.94% مسجلة $2.73، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قال إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف أوبك بلس لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي. وأشار المزروعي إلى أن تحالف أوبك بلس يجتمع باستمرار، مؤكدا أن التحالف سيبذل ما في وسعه لتوفير احتياجات السوق. ذكرت وزارة الزراعة التونسية أن محصول البلاد من القمح تراجع هذا العام 60%. توقع اتحاد المزارعين في مارس الماضي أن يكون محصول القمح في تونس كارثية، حيث انخفض المحصول بسبب الجفاف إلى 250 ألف طن هذا العام.
أعلنت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي. وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود والتخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مضيفا أن صادرات الهند من الأرز الأبيض باستثناء أرز بسمتي ارتفعت بنسبة 35% على أساس سنوي، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام ومحمد فا، إليكم. شكرا لك رجائي.